فكابتن سامي قمصان هو اللي هيفضل مكمل بهذا الشكل. كل الدعم، كل الدعم لابن النادي الاهلي كابتن سامي قمصان. كابتن سامي قمصان واحد من الجنود المجهولة داخل النادي الاهلي خلال الفترة الأخيرة، ويستحق هذه الفرصة حتى لو كانت لمباراة أو لمباراتين أو لثلاثة أو زي ما يقرر مجلس الإدارة. كل الدعم، احنا ما بندعم بندعم النادي الاهلي ومدير الفني للنادي الاهلي، احنا ما بندعمش اسماء. مش انا يعني، انا بتكلم على جمهور الاهلي. جمهور الاهلي لا يدعم اسماء. جمهور الاهلي بيدعم النادي الاهلي فقط لا غيره. مش فارق معنا كل ما يا سيدي يروح الريان، بيقولوا لي هيروح يروح الريان القطري، يروح السد القطري، يروح ريال مدريد، يروح برشلونه، يروح مانشستر سيتي، يروح ليفربول، انا والله ما فارق معايا ولا هبص ناحيه بيتسو موسيماني تاني. هبص في السابق، في الماضي. هو عمل ايه في الماضي؟ عمل ايه مع النادي الاهلي واجاد مع النادي الاهلي امتى؟ كان وحش امتى مع النادي الاهلي؟ لان ده سمه النادي الاهلي ان هو دائما ما يحتفظ. شفتوا الجمال والاحترام؟ النادي الاهلي طلع بيان، الصفحه الرسميه للنادي الاهلي كتبت شكرا بيتسو، ثانك يو بيتسو موسيماني، شكرا بيتسو موسيماني على وجودك معانا خلال الفتره السابقه. اهو زي ما حضراتكم شايفين، ثانك يو بيتسو، ده الصفحه الرسميه للنادي الاهلي. هو ده الاحترام، هو ده الاحترام المتبادل ما بين المدير الفني السابق، المدير الفني الايه السابق، الف لام سين الف ب قاف. يعني ايه؟ يعني اللي فات، يعني اللي لو راح اي نادي تاني ما عنديش اي مشكله ان هو يروح في اي حته تانيه. مش انا اسلام، كل جمهور الاهلي بيفكر بهذا الامر، كل جمهور النادي الاهلي بيفكر بهذا الشكل. صدقوني كل اللي بيحصل خلال هذه الفتره الغرض منه شيء واحد فقط، هو التشتيت. من حقنا كجمهور نقلق، من حقنا كجمهور نشوف ايه اللي جاي،